السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، وتقدم معلومات هامة لناشر الفيديوهات على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا أخواتي الحبيبات. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصل له كل جديد فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزين تعرفوا عملنا الكيكة دي ازاي بكل تفاصيلها، تابعوا معانا لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة للعيد، نقدمها بإذن الله ضيوفنا اللي يجولنا بالليل في العيد أو في أي وقت. هنعمل كيكة الشوكولاتة، هنعملها صوص شوكولاتة، وهنزينها إن شاء الله بالمكسرات والكريز إن شاء الله في عيدكم. المكونات اللي معايا ايه؟ المكونات اللي معايا ايه؟ معايا كوبايه من السكر، معايا 3 بيضات عليهم رشه فانيليا او كيس فانيليا، معايا 3/4 كوبايه من الزيت والسمنه او ممكن نص كوبايه على حسب الرغبه، معايا 2.5 كوباية من الدقيق عليهم معلقه او 3 معالق من الكاكاو الخام، عليهم كمان برضو 3 معالق تقريبا من اللبن البودره. ماشي، كل ده حطه على بعضه، واحتاج طبعا ميه للعجن، ومعايا الخلاط. تعالوا كده نكتبه مع بعض. طبعا احنا ممكن نعملها بايدينا من غير اي حاجه، ولكن احنا تسهيلا يعني واختصارا للوقت هنعملها بالخلاط. وهنا معايا صاج او صينيه انا دهناها بالسمنه، وبعدين مغلفاها بالدقيق علشان ما تلزقش فيها العجين، ومسخنه طبعا الفرن من قبل الفيديو. عبد الله من فضلك وقت سكر. هنحط هنا السكر، وبعدين هنحط الزيت والسمنه، زي ما انتم شايفين كده. احنا هنحط معلقه السمنه بالظبط من السمنه اللي عملناها، حط معلقه سمنه بالظبط من السمنه اللي عملناها قبل كده مع بعض. هسيب لكم باذن الله الطريقه في اخر الفيديو، علشان ريحه السمنه برده بتفرق كتير في الكيكه، لكن لو حد ما عندوش سمنه مش مشكله يقدر يعملها بالزيت. هنضرب بقى كله في الخلاط ونرجع لكم بعد الفاصل. دلوقتي يا جماعه انا ضربت كل المكونات مع بعضها. خلي بالكم برضو من حاجه، انا كنت حاطه معلقه من الخل على الزيت علشان الخل ماده رافعه يعني بتساعد البيكنج باودر. هنا انا هزود كوبايه من الميه وهضربها في الخليط. طبعا ممكن تعملي كوبايه من اللبن، كوبايه الا رات من الميه او من اللبن، علشان نزود السوائل في الكيكه، وهنشوف اذا كنا هنحتاج سوائل ثانيه ولا لا، وهضربهم برده ثاني في الخلاط، وهرجع لكم نشوف باقي الخطوات. ادي المكونات كلها اتضربت مع بعضها. طبعا احنا ممكن نستخدم ايدينا، مش لازم الخلاط خالص. هنجيب السمنه والسكر او السكر والزيت ونخلطهم مع بعض، وبعدين هنحط البيضات بيضه بيضه، وبعدين هنبتدي بقى نحط سوائل وتحصلوا على خليط زي كده. الخل ما تقلقوش مش هيبقى ليه اي تاثير في الطعم، هو بس ماده رافعه زيها زي البيكنج باودر. هنا هنحط ايه؟ حاطه 2.5 كوباية قلنا من الدقيق، 3 معالق او نص كوبايه من الكاكاو الخام، باكت ونص من البيكنج باودر، وكمان حاطه رشه من الملح علشان انتوا عارفين الحلويات عشان طعمها يتظبط بنحط رشه من الملح. هنعمل ايه بقى؟ هننزل المواد السايله هنا كلها، وهنبتدي ان احنا ننزل الدقيق شويه بشويه، الدقيق المتخلط عليه كل الحاجات اللي قلنا عليها، ونقلب. بسم الله، نبتدي ننزل كده عشان يبقى واضح برده بالنسبه لكم. نزلت تقريبا ما يعادل نصف الكميه، وابتدي ان انا اقلب. بالراحة خالص. المنظر ده من غير ما نطلع الهواء من تحت لفوق يعني، وبرفق. هكمل تقليب وهرجع لكم. دلوقتي يا جماعة انا خلاص خلطت كل المكونات مع بعضها، وزودت بس 2 معلقة ميه بالظبط. طبعا لو انا عشان انا مستخدمة لبن بودرة اصلا، لكن انا عشان انا مستخدمه لبن بودره اصلا فايه، فاستخدمت 2 معلقة ميه، لكن حد حابب مش مستخدم لبن بودره، مستخدم لبن عادي، يزود 2 معلقة من اللبن لحد ما تلاقوا القوام بالمنظر ده.
شايفين العلامه اللي هي بتاعت منقار الديك اللي كانوا بيقولوها لنا اهي، اللي كنا بناخدها في المدرسه زمان. دلوقتي هننزل الكيكه بتاعتنا في القالب وهوريكم منظرها بعد ما انزلها. دلوقتي يا جماعه خلاص انا نزلتها في القالب، هبتدي ان انا الفها بالمنظر ده كده عشان تتساوى معايا وتبقى متساويه معايا من كل الجهات بالمنظر ده كده. هدخلها طبعا الفرن شغال من بدري، هدخلها في الرف اللي في النص لمده ربع ساعه على درجه حراره عاليه، وبعدين هخفض النار لمده ربع ساعه كمان لحد ما تمام السوى، علشان لو سبت درجه الحراره عاليه باستمرار اللي هيحصل ان هي هتتحرق او هتستوى من بره وهتفضل من جوه نيه. هسويها بالمنظر ده وان شاء الله نشوف ازاي هنزينها واشوفكم بعد الفاصل. هذه كده خلاص الكيكه خلصت، قعدت نص ساعه في الفرن، ربع ساعه طبعا على الرف المتوسط، ربع ساعه على نار عاليه، وبعدين بنخفض النار. عملنا بقى صوص الشوكولاته ازاي بمنتهى السهوله بالكوبايه دي، بمعيار كوبايه بناخد ثلاث حاجات. اول حاجه كوبايه من الكاكاو الخام اللي غير محلى اللي بيجيب من عند العطار، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن البودره، كوبايه من الميه او كوبايه وربع من الميه لو احنا عايزين الصوص خفيف شويه، وبنضرب كله في الخلاط مع بعضه. في بقى مكون سري اللي بيدي طعم البندق فيها اللي هو النسكافيه، اللي هو 2 في 1 بنكهه البندق. بنحط 2 باكت على الصوص هنا وبنضرب كله في الخلاط، وبكده بنحصل على صوص شوكولاته سهل وسريع بدون حمام مائي ولا اي حاجه خالص. اهو القوام بتاعه اهو، طبعا هو هيدخل الثلاجه هيتجمد اكتر. هنبتدي كده ان احنا نوزعه على الكيكه من كده، بسم الله بالمنظر ده كده بالراحه طبعا، لان هو ايه برضو يعني مش خفيف قوي فهيتركز يعني في اماكن. هنوزعه دلوقتي بالراحه خالص كده. طبعا انا سبت الكيكه بردت علشان ما ينفعش ان انا ازين الكيكه بالصوص وهي سخنه بالمنظر ده كده، بالصوت المعي ازاي شكلها بقى جميل ازاي بالمنظر ده كده. هي خلاص اتزينت وبقت جميله جدا، تمام اهي اتغطت بالكامل ماشي. الباقي بقى ده هنعمل فيه ايه؟ هنحطه في علبه كده. ده عباره عن صوص الشوكولاته اللي بنشتريه اللي هو النوتيلا اللي بنشتريه من المحلات، بنشتريه من المحلات بيكون غالي جدا. اهو حصلنا عليه بمنتهى السهوله، وبنحطه في بنقفله طبعا وبنشيله في الثلاجه بيتجمد وما فيهوش اي مشكله. طيب هنزينها ازاي بقى؟ دلوقتي بقى هنزينها، دلوقتي انا زينتها بالكريز. انا زينتها دلوقتي بالكريز وهوزع عليها المكسرات اهو كده حوالين الكريز بقى، بحيث ان كل حد ياخد قطعه يبقى معاه مكسرات ومعاه كريز، وتعتبر هي كيكه كبيره الحجم نسبيا. يعني ايه؟ يعني انا حاطه هنا كام، حوالي 15 كريزه، يعني كل هتبقى هتديني 15 قطعه بالمنظر ده كده. هتبقى اكنها زي الجاتو باقل الامكانيات. عملنا صوص شوكولاته، لو ما عندكيش كريز ممكن تحطي اي حاجه، يعني ممكن تحطي لو عندك فواكه مجففه تنفع، زبيب هيشتغل المتوفر، جوز هند ومكسرات بس هتمشي برضو المتوفر. بس لو انت بقى عايزه تعملي حاجه تبقى شبه الحاجات اللي بتشتريها من بره، الكريز هيدي معاكي التاثير ده. ممكن لو عندك مانجا تزينيها بالمانجا والمكسرات هتمشي برضو جدا، واحنا في موسم المانجا. اي كانتالوب، اي نوع فاكهه برضو ممكن يحل محل الكريز من المنظر ده كده. طبعا هو تزيين بسيط، انا يعني مش من الناس اللي هي بتعرف تزين الحاجات المكلكعه دي بصراحه، فايه تزيين بسيط وفي نفس الوقت شكله حلو بالمنظر ده كده اهو. خلاص كده انا كان عندي شويه المنظر ده، وبكده تكون الكيكه خلصت معانا وزيناها
ويا رب تعجبكم، جربوها ان شاء الله تعجبكم وتكون حاجه كويسه تقدموها لضيوفكم. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك للفيديو وشيرنج ليه على صفحاتكم على الفيسبوك وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسيب استفساره اسفل شاشه الفيديو. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايزين تعرفوا عملنا الكيكه دي ازاي بكل تفاصيلها تابعوا معانا لاخر الفيديو.